ومثل ما لكم شايفين أقلام الجوري هذن زراعة من فترة بنفس الطريقة وبنفس نوع التربة، حاليا صاير بيهن أوراق، وبعد فترة راح أقلع على الأقلام وأشوفكم جذورهن. أنا اليوم جايب لكم قلم عنب من أفضل أنواع العنب، وبدنا نزرعه من خلال التعقيل. إذا زرعنا أقلام العنب إيمت لازم نزرعهن حتى ينجحن معانا؟ لازم نزرعهن بشهر واحد أو بشهر اثنين. إحنا حاليا بنهاية شهر اثنين أو بمنتصف شهر اثنين بشهر شباط، بهذا الوقت أفضل وقت لزراعة أقلام العنب. أي هنا تسمى عين أو عقلة، بننقصها من فوق تقريبا 3 أو 2 سنتي بهذا الشكل بزاوية 45. إذا زرعناهم بغير الوقت المحدد ما راح تعطينا دفع وما راح تعطينا جذور، لذلك إحنا لازم نزرع بشهر واحد أو شهر اثنين قبل ما يصير بي أوراق أو براعم بالعنب، حتى تعطينا العقل جذور بشكل مكثف. ما لازم نترك القشرة سميكة، لازم نشيل منها اللحاء بهذا الشكل، نقشرها شكل خفيف. مثل ما لكم شايفين طول العقلة تقريبا عندي 10 أو 11 سنتي، وهاي العين اللي بيها. ما لازم نزرع عقلة بدون عين. شنو هي العين؟ هو المكان اللي تفتح منه براعم وتعطينا أوراق جديدة. بالنسبة للتربة نقدر نزرع بكل أنواع التربة. أنا عندي التربة طينية، لكن بدي أخلط معاها تربة كومبوتس. التربة الكومبوتس تعمل التربة الطينية مسامية، وبهاي الحالة لو زرعنا العقل ما رح تعفن من خلال الري المكثف أو من خلال زيادة الرطوبة، لأنه رح تصير تربة مسامية. هاي هي تربة الكومبوتس، مثل ما لكم شايفين تربة خفيفة، وهاي هي التربة الطينية. التربة الطينية لو عجلناها مثل ما لكم شايفين تماسكت بهذا الشكل، لذلك ما لازم نزرع بها. أما التربة المسامية اللي لازم نخلطها مع التربة الطينية، لو كبسناها بهذا الشكل بدها تظل مفتتة وما رح تكبر. بدنا نخلطها بهذا الشكل، وبعدين نجيب سطل تقريبا ارتفاعه 10 او 15 سنتي، حنعبي السطل بهذا الشكل، بعدين نجيب العقل بعد ما بشرناهن من الاسفل بهذا الشكل ونغرسهن تقريبا بعمق 3 او 4 سنتي او 5 سنتي، نغرسه بهذا الشكل. والقلم الثاني نفس الطريقة، نتركه بعيد عن القلم الاول تقريبا 5 او 6 سنتي، بدنا نسقيها بهذا الشكل. وبعدين نحط السطل بمكان مشمس او مكان مضيء، وكل 5 أيام أو 4 أيام فقط نرطب التربة ترطيب خفيف. وانت تقدر تزرع اقلام ورد الجوري واقلام العنب بهاي الطريقة. اذا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة، لا تنسون تعملون مشاركة حتى اصدقائكم يستفيدون، وانا بعندي حظر من التفاعل. اتمنى تشاركون هذا الفيديو وتحطون اعجاب وتكتبون تعليق حتى ينشال هذا الحظر عن الصفحة. للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. كان معكم أخوكم مروان منصور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.